الهدهد السعودي؟ لا 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 لا، ليس كما تتوقعون. ففي خطوة طموحة تعكس الالتزام بدعم التقنيات المحلية وتعزيز البنية التحتية الجيوميكانية في المملكة العربية السعودية، أبرمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوميكانية والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP اتفاقية التعاون مع شركة هدهد للخرائط الرقمية. هذه الشركة التي أعلن عنها خلال مؤتمر ليب 24 تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الجيوميكانية بالمملكة. هذا الكلام ليس بجديد، ولكن الجديد اليوم في هذا الشأن هو أن شركة هدهد كشفت عن اقترابها من إعلان إطلاقها تطبيق خرائط محلياً سيكون بديلاً عن خرائط جوجل مابس. وتعمل هدهد على مشروع طموح يتمثل بتطبيق إلكتروني للخرائط يستخدم محلياً في المملكة للاستدلال على المواقع مثل التطبيقات العالمية الشهيرة ومنها تطبيق جوجل مابس. فما هي ميزات هذه الخدمة الجديدة؟ تقدم خدمة الخرائط الجديدة مجموعة واسعة من المزايا والقدرات المتطورة، بما في ذلك دقة عالية، تحديثات في الوقت الفعلي للتنقل، التغطية الشاملة، واجهة مستخدم سهلة وبديهية تلبي احتياجات متنوعة من التنقل اليومي إلى التخطيط اللوجستي المعقد، بالإضافة إلى خصائص فريدة مصممة لمواجهة التحديات المحلية والاستفادة من الفرص. تأثير متوقع لهذا التطبيق في الاقتصاد والتنمية الوطنية، حيث يتوقع أن يحدث هذا التعاون تأثيراً إيجابياً ملموساً في الاقتصاد والتنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال توفير خدمات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمقيمين في المملكة. كما يعد تعزيزاً لمكانة السعودية بصفتها مركزاً رائداً في مجال التقنية والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي. القائمون على التطبيق أعلنوا عن حاجة الشركة لتعيين المزيد من الموظفين في مختلف التخصصات التقنية بعد أن اكتمل فريقها الأساسي، ودعت الشركة الراغبين في العمل بالتطبيق إلى الالتحاق بالوظائف التي أعلنت عنها. قائمة الوظائف تشمل خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وبرامج تشغيل وتخصصات هندسية تقنية عديدة أخرى. الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الخميسي أكد أن هدهد التي استلهم اسمها من هدهد النبي سليمان بحاجة لموظفين آخرين بعد أن اكتملت نواة الفريق، خاصة وأن الشركة ماضية في مشروعها بأن يكون أول منتج لها هو تطبيق خرائط وطني يسهم في سرعة التنقل والوصول. هدهد التي تعمل منذ أكثر من عام على مشروع تطبيق الخرائط الذي يحظى بدعم رسمي من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوميكانية في السعودية، يؤكد القائمون فيها بأن التطبيق سيوفر العديد من المزايا التي لا توفرها خرائط جوجل.
بمبادرة سعودية مع مجموعة النواة للمشروع البحرين والمغرب وقطر واليمن ولرفع مستوى الوعي حول الحالات الإنسانية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتسمية 24 نوفمبر من كل عام يوما عالميا للتوائم الملتصقة. المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور عبد العزيز الواصل أوضح في كلمة أمام الجمعية العامة خلال تقديمه المشروع للاعتماد أن القرار يطالب برفع الوعي حول حالات التوائم الملتصقة في مراحل حياتهم المختلفة، وبيّن أن المجتمع الدولي تعهد من خلال أهداف التنمية المستدامة بضمان الصحة والرفاه للجميع مع عدم ترك أحد متخلفاً عن الركب، ما يجعل من الأهمية بمكان تعزيز التعاون العالمي والإقليمي لضمان تمتع التوائم الملتصقة بأفضل السبل الممكنة من الصحة والرفاه ومراعاة حقوق الإنسان. وأكد الواصل أن صحة الإنسان هي أولوية لدى القيادة السعودية، مستعرضاً دور المملكة الرائد في مجال فصل التوائم الملتصقة ومثمناً دعم ممثلي منظمتي الأمم المتحدة للطفولة والصحة العالمية المقدم خلال مراحل صياغة القرار والتفاوض عليه. ويتزامن اختيار يوم 24 نوفمبر مع أول عملية جراحية ناجحة لفصل التوائم الملتصقة عرفها العالم، وذلك عام 1689، واستغرق تنفيذها نحو 10 أيام متواصلة. في أحلك الظروف وأشدها على لبنان، كانت المملكة العربية السعودية الحاضن الأول للبنان وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين لسنوات، وفي كل الملمات كانت ثوابت الأخوة والتعاون تترجم في لبنان وقائعة وأفعالاً. وتمشياً مع رسالتها في تقديم الدعم للأشقاء، أقيم في السراي الحكومي حفل توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة بدعوة من السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وبرعاية وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي وعدد من الشخصيات السياسية والوزارية والدبلوماسية. وقد احتفل الحضور بمراسم توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لتنفيذ نحو 28 مشروعاً في المناطق اللبنانية المختلفة، حيث ستقدم المملكة العربية السعودية مساهمة مالية بقيمة 10 ملايين دولار من خلال مركز الملك سلمان، وتشمل مشاريع تربوية وإنمائية وطبية، إضافة إلى صيانة وتجهيز عدد من المؤسسات والجمعيات والبلديات في مختلف المحافظات اللبنانية. وفي كلمة لها أكد البخاري أن الدعم الذي تقدمه المملكة يأتي استمراراً لمسيرة التضامن التي تنتهجها المملكة تجاه الشعب اللبناني الشقيق، انطلاقاً مما يمليه علينا واجب الأخوة العربية الأصيلة وتعاليم الإسلام الحنيف. بدوره رئيس الحكومة اللبنانية ثمن عطاءات المملكة ومواقفها وشكر دعمها للبنان للخروج من أزمته ودعم مؤسساته، لا سيما لجهة انتخاب رئيس جديد للبنان. وبعد الكلمات وقع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة لواء محمد خير ومدير مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية في لبنان عبد الرحمن القريشي مذكرة التعاون المشترك وسط حضور ثمن المبادرة السعودية للبنان والتي تأتي في مرحلة حساسة ودقيقة.